قال عضو مجلس الأمة النائب محمد الجبري إن وزيرة حالية تسعى لتعطيل تنفيذ مرسوم خصخصة الخطوط الجوية الكويتية بسبب مصالح لها مع إحدى الشركات المنافسة. وأشار الجبري إلى وجود وثائق لديه تدين الوزيرة مع المستفيد، داعيا الوزيرة لترك الموضوع أو تقديم الاستجواب لها مع بداية دور الانعقاد المقبل. أنا اليوم لدي كل الأوراق اللي تثبت مدى علاقة هذه الوزيرة في الشركة المنافسة، والأوراق هذه موجودة وراح أكشفها في الوقت المناسب. والأوراق ما هي أوراق بيضة، أوراق موجودة وفيها دلائل وفيها اسم المستفيد. وإحنا اليوم نطالب الحكومة أن يستعجل في دور الانعقاد الأول، وأنا كوني أحد أعضاء اللجنة المالية سنعيد نفس التعديلات لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للنهوض في 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 مؤسستنا الوطنية، ولا نقبل على الكويتية بالطريقة هذه. هذه أمور راح وضحناها لكم اليوم. إذا لقينا أو حسينا أن ما زال هذا الأسلوب مستمر، سوف نكشف الوثائق بالأسماء، وسوف أقدم استجواب لهذه الوزيرة اللي أعتقد أنها سبب في تعطيل مرسوم 22 على 2012 لوجود مصلحة شخصية.